اسالك على حاجه تانية فرعيه شويه، يوم ماتش السوبر الاهلي والزمالك احكي لي شعورك وانت بتتفرج على المباراه وبتشوف زمايلك او زمايلك السابقين في النادي الاهلي وهم بيفوزوا وبيحصدوا لقب كاس السوبر. يمكن احنا كنا في انجولا في نفس التوقيت، فكان عندنا تمرين في نفس توقيت المباراه، يعني ما قدرتش اشوف المباراه. لكن اكيد ببقى فرحان لاي انتصار للنادي الاهلي، ان هو بيكسب او ان هو بيأدي بشكل كويس او ان هو في مكانه كويسه. دايما كلنا بنتمنى للنادي الاهلي افضل حاجه، صحيح، لان ده نادينا وبيتنا اللي تربنا فيه، فبنتمنى النادي الاهلي دايما يعني يبقى رقم واحد دايما ان شاء الله. انا عايز اسالك تحديدا على محمود متولي، وجه سوء حظ كبير جدا منذ الانضمام للنادي الاهلي، اصابات مختلفه متكرره والامور بالنسبه له كان فيها سوء حظ كبير جدا. سعيد بعوده محمود متولي للمشاركه مره اخرى؟ طبعا يعني انا مبسوط لمتولي، ويمكن انا كنت يعني انا على تواصل على طول مع معظم زمايلي في النادي، وكنت لسه مع متولي قبل المعسكر منتخب بيوم، عظيم، كنا خارجين مع بعض يعني. ف باركت له ومبسوط بادائه، ويمكن ربنا عوضه خير عن الفتره اللي اتصاب فيها، ورجع وتالق وحجز مكان اساسي في تشكيل النادي الاهلي واضاف لدفاع النادي الاهلي. ف يعني كانت اضافه عظيمه وكبيره لدفاع النادي الاهلي، لكن الاصابه جت في توقيت صعب شويه، يمكن يعني ما كانش توقيتها، لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله برضه في توقف، يلحق يرجع ويلحق يجهز بشكل كويس وما يفوتوش حاجه باذن الله. عبال ما الدوري يرجع يكون متولي جاهز، ومتولي لعيب كبير واضافه وشخصيه جميله يعني على المستوى الاخلاقي كمان.